أعلن سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شؤون الجمارك تدشين نظام الدفع الإلكتروني عبر النظام الجديد فواتير، والذي يسهل على العميل دفع كل المستحقات الجمركية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شؤون الجمارك بحضور السيد يوسف محمد النفيعي نائب مدير عام شركة بنفيت، حيث أشار رئيس الجمارك إلى الحرص على مواكبة آخر التطورات الحديثة في العمل الجمركي، موضحا أن تدشين نظام الدفع الإلكتروني يحقق أهداف شؤون الجمارك في تسهيل الإجراءات الجمركية الخاصة بعملية دفع كل الرسوم الجمركية سواء من المخلص الجمركي أو المستورد. وتطرق رئيس الجمارك إلى مزايا استخدام النظام المتمثلة في السرعة في إنجاز المعاملة الجمركية، من حيث إنهاء الإجراءات المالية للمعاملة من خلال ثلاث طرق متطورة، وهي تطبيقات الهاتف النقال التابعة للبنوك وفرع البنك والموقع الإلكتروني للبنك، والذي بدوره سيعمل على زيادة انسيابية العمل وعدم الحاجة للوقوف وانتظار إجراءات الدفع بالمنفذ. مؤكدا أن النظام يتيح إجراء عملية الدفع في فترة لا تتجاوز دقيقة واحدة وبدون أي تكاليف إدارية على المستفيد. وأضاف أن النظام يمكن تفعيله من قبل جميع البنوك بكافة وسائلها الإلكترونية، بالإضافة إلى تعاون المستفيدين من خلال إدخال جميع البيانات والتراخيص المطلوبة إلكترونيا في نظام أفق قبل الدفع الإلكتروني للوصول إلى حد كبير لهدف رئيسي، وهو أتمت الدورة المستندية الجمركية، مما سيرفع من كفاءة وجودة التبادل التجاري والتطور المستمر في الاقتصاد البحريني بشكل عام، وهو جزء من رؤية البحرين 2030، باعتبار أن نجاح هذا النظام يكون بالدرجة الأولى عن طريق استخدام التجار والمخلصين له بالطريقة الصحيحة والاستفادة من كافة الإمكانيات المتوفرة فيه. من جهته أشار نائب مدير عام شركة بنفيت إلى أهمية الخدمة الجديدة التي تمكن أي جهة سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصة مصدرة للفواتير من تحصيل رسومها عن طريق القنوات الإلكترونية والفروع التابعة لجميع البنوك التجارية العاملة في مملكة البحرين، كما تمكن هذه الخدمة العملاء من الاستفسار ودفع فواتيرهم المستحقة. هناك أهداف أكبر من خلال تفعيل هذه الخدمة. أهدافنا الأكبر على المدى القصير، نهدف أن احنا نتخلص من التعامل مع الأوراق النقدية في المنافذ، مما تسبب من كلفة في توفير الموظفين، وكذلك التعاقد مع شركات نقل وحماية الأموال إلى البنوك. وعلى المدى المتوسط نهدف أن احنا نمكن المستورد ونمكن المخلص من أنهم ينهون إجراءات التخليص من خلال مكاتبهم دون الحاجة للذهاب إلى المنافذ، والقيام بالعملية كاملة من خلال التواجد في مكاتبهم هم، وبالتالي تصبح عملية الذهاب إلى المنفذ فقط لاستلام البضائع. نظام فواتير يتيح لجميع العملاء سواء كانوا حكوميين أو غير حكوميين من سداد فواتيرهم مستحقة عن طريق بنوكهم بقنواتهم الإلكترونية الانترنت بانكينج أو عن طريق تطبيقات الهاتف النقال. هي تسرع عملية الدفع، وهي عملية دفع مباشرة آمنة، يمكن للعميل أن يستفسر عن فاتورته بصورة مباشرة ويشوف كم عليه ويدفع مباشرة، والجهة المستحقة للفاتورة تشوف أن المبلغ دي تم تسديده ويتحدث أنظمته. تسرع عملية الدفع بصورة مباشرة، وهي طبعا نقلة نوعية اليوم في البحرين، وإحنا فخورين بتقديم هذه الخدمة.